أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف يجمع بين قاعدة الأصل في اللحوم التحريم وقاعدة الأصل في الأطعمة الحل؟ ما هو بالأصل في اللحوم، الأصل في الذبائح، الذبائح التحريم إلا إذا ذكيت على طريقة شرعية، لأن الشارع وضع لها شروطا. فالأصل في الذبائح التحريم إلا ما ذكي على الطريقة الشرعية. نعم.